شارك سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان في اجتماع الدورة 40 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة وزيرة تنمية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة. وأكد حميدان حرص مملكة البحرين على دعم العمل العربي المشترك ووقوفها إلى جانب الدول العربية الشقيقة والصديقة في تنفيذ مشروعاتها وبرامجها الاجتماعية والتنموية المنسجمة مع أهداف التنمية المستدامة 2030، وتلك التي تلبي وتساند الجهود الاجتماعية والإنسانية لمواجهة جائحة كورونا كوفيد-19، مؤكدا على أهمية توحيد الجهود لمواجهتها والوصول بمجتمعاتنا العربية إلى مرحلة الأمن الصحي والمجتمعي. واستعرض سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية جهود ومبادرات البحرين في مجال تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بما ينعكس على برامج الرعاية الاجتماعية وتوفير العيش الكريم لمختلف فئات وشرائح المجتمع. كما تطرق إلى ما بذلته الحكومة الموقرة من جهود حثيثة في سبيل تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لضمان صحة وسلامة المجتمع في ظل مواجهة جائحة فيروس كورونا. Thank you.